عايزين علشان نعمل مهلبية الورد والفستق 3 كوب حليب، 4 معلقة كبيرة رز مطحون، 1/3 كوباية سكر، 2 معلقة كبيرة موارد، وللوش عايزين يعني دي طبقة الموارد، طبقة الفستق 2 كوب لبن، 2 معلقة كبيرة نشا، 1 كوب زبدة الفستق، وللوش بقى فستق وورد قابل للأكل. أول حاجة خلينا نعمل مهلبية الرز اللي هي بتتحط تحت دي. علشان نعملها عايزين الحليب بتاعنا، وعايزين السكر، وعايزين النشا الرز. هنقلب الكلام ده على النار لغاية ما يتخن. بس تتخن معانا هنعمل ايه؟ خلينا بس عشان نعمل كام خطوة مع بعض كده علشان ايه نلحق. بس تجمد معانا هنكون واخدينها وحاطينها في الكوباية 3/4 الكوباية، يعني 3/4 الكوباية هتبقى مهلبية الموارد. انا ما حطيتش لسه الورد موارد، انا بحب احطه في الاخر خالص. هنخليها بقى كده هنا لغاية ما تجمد معانا. بس تجمد بناخدها بنحطها في الكوباية بتاعتنا، بتبقى بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين، وبسيبها تجمد. لازم نسيبها تجمد خالص، تمام؟ بعد ما نحطها في التلاجة وتجمد هنعمل الطبقة التانية اللي هي كوبايتين حليب. هنحط معاها نص العيار بتاع زبدة الفستق اهي كده، وهنحط معاها النشا، وبرضو على النار بس يدوب النشا عندنا كله كده. بروح حطها على النار، ما تحطوش النشا قبل ما تدوب على البارد بره. يلا نحط دي كده هنا ودي هنا ونقلب. هنقلب دي ونقلب دي. بس طبعا احنا لما بيجي نعملهم ما بنعملهمش الاثنين في نفس الوقت ابدا، بنعمل الاول بتاعت الموارد وبس تجمد وتبقى خلاص يعني مستعده لاستقبال حاجه على وشها من غير ما يغطس فيها، جمدت يعني وبردت. ساعتها بروح عامله بتاعت الورق بتاعت الفستق اللي فوق، تمام؟ دي اهي كده هنا قربت، ودي برضو اهي ابتدت، دي كمان قربت خلاص اهي. نطفيها، ناخد بقى الموارد اللي عندنا احنا اهو، نشيلها من على النار، هنحط عليه الموارد. خلاص زي ما اتفقنا هناخد مهلبية الورد ونحطها في الكوباية اهي بنكهة الورد. بناخد بقى ساعتها مهلبية الفستق اللي عندنا، وبعدين بناخدها نحطها كده على الوش. هي فيها بقى فستق يعني النوع اللي احنا جايبينه ده، فيه فستق ايه يعني، فيه فستق صحيح، شايفين اهو كل ده فستق صحيح، فستق مجروش. وناخدها كده نحطها هنا، وابتدوا بقى زينوها زي ما انتوا عايزين بالفستق.